محمود حبيبي جاهز نفسك انا دلوقتي محمود جاهز نفسك والله ظبطت لك انا لا انا معايا حاجه في الحمام ما فيش محمد اسالي شو تلبسي محمد ركزي معك قلت لك قميص وجينز وحتى شعرك لورا كثير خفيف وشنطه كثير ليدي انت ليدي بعد ما قال له انه هي ممكن قميص تلبس قميص يلا يا رحومه جيبي لنا الشايات بابا انا جيب الشايات بليز شدي اوكي انت عشان بعدين حتى الدوره بس ممكن شعرك تحط ورا هلبس حاجه اصلا بصراحه لا خطان بالراحه على اسمع تثق فيا ولا مش تثق فيا يبقى اسكتي بس هو كده مش هيزعجك لو مش هيزعجني يا حبيبتي لما انا اكون قاعد عامل كده لابس كده دي بنوتي دي بنوتي آه. انت كده بص بص البتاع اللي فيها صح دودو تحبيني انا بس تعمل كده حلو مش عايز اكتر انت ايه مخرجه دي ما تنفعش طيب كده اوكي والروبي ولذيذ ها مين عارف اللي في جرافات تعرف اللي في جرافات لا الشكل الخايس ده نافع ايه نافع بس هشوف يعني هلبس بس ما قلت لك انت دورك يا مس ثانيه واحده انا بعد رمضان انت على طول بعد رمضان ما راح انت لحد دلوقتي يلا رمضان بعد انت طيب انا هدخل كده خش كده اسمع تعالي ربي معاك يا رحمه ربي معاك والله يوفقك انا لازم فوت ولا نستناك وبعدين نطلع اوه وش مين اللي حاسبني حيوان لا صوتها غلط شلون هاي قبل اوكي سلطان صوتك اوكي يلا ايه بس تشد هواي صح ايه لا ما نشد ويشد ها يا رباي ان شاء الله من فقره مسله حلو طهره جهزي لي ملابس حق رمضان